بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. حديث رقم 1004 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اذن الله بشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. متفق عليه. اذن يعني استمع، هو اشاره لربنا بالقبول. يعني ده من لوازم الاستماع، ان ربنا سبحانه وتعالى بيستمع لقراءه من يتغنى بالقران. القرآن لذلك استحب الإنسان أن يقرأ القرآن يتغنى به، يعني يحسن قراءته قدر المستطاع. وده يعني يدل على أهمية تعلم يعني تنظيم وتدبير القرآن، يعرف قواعد القراءة الصحيحة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود. في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، يعني وصف الله عليه وهو عائشة فسمع قراءته فوقف يستمع من حسن قراءة أبي مسلم. فلما أصبح أصحاب البشر يقول له: أنت لو شفتني وأنا واقف أستمع لقراءتك، قال: لا علمت يا رسول الله أحببت لك تحبيرا. عارف انت عارف تسمع، انا كنت كمان حزينه واخليه احسن من كده واجمل من كده. يقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء في التين والزيتون، فما سمعت احدا احسن صوتا منه عليه الصلاه والسلام. اتفق معي. الدليل على حسن صوت النبي عليه الصلاه والسلام هو مشروعية واستحباب احيانا قراءه الصواب او الراسخ المفصل، قصار المفصل، قصار المفصل في صلاه العشاء. عن ابي عباده بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقران فليس منا. رواه ابو داود باسناد صحيح. يتغنى يعني يحسن صوته بالقران. كان طبعا بدون مبالغه، في بعض الناس يقعد يبط في القراءه ويزيد فيها حتى يخرجها عن معناها، يقعد يبط في كلمه ويعيد ويزيد. وبعض القراء الفسقه ربنا يهديهم، ها اللي يقعد بقى يبط في القراءه عشان يستخرج بقى من الناس الايه؟ صوت الاعجاب والصرخات والله يا عم الشيخ زود كمان، واخد بالك؟ يقعد بقى يهلله ويصنع مجالس لهو وعبث المفروض يتنزل عنها القرآن. القرآن العظيم ربنا سبحانه وتعالى قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى الناس قاعدة تقرأ يقرأ عليها القرآن ويقعدوا بقى يصيحوا كده. ده في بعض الناس بقى جالوهم كمان، يعني بعض الشيوخ الفسقة اللي في واحد معاه هو قاعد جنبه، يعني بيبقى يقرأ آيتين يقول: اللهم صل على النبي. خد بالك بالطريقة دي الناس بقى إيه؟ يهللوا يهيصوا. والله هؤلاء الناس احقوا ان يكونوا بالعقوبه المفروض يعاقبوا عشان دول ظلموا المجرمين. القران ما نزل لذلك، القران ما نزل ليرجل من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في اشاره واثاره، في يعني ترغيب وترهيب، وفي ذكر الجنه والنار وذكر المؤمنين والكفار والحلال والحرام والعقيده الصحيحه والعقائد الفاسده. ها القران ما نزل ابدا عشان الناس تقعد ايه؟ تنزل مخها وتقول يا سلام ايه الجمال ده؟ قول كمان ومش فاهم حاجه. هو بيطرب بالايه؟ بيطرب بالصوت، لكن هو مش فاهم حاجه. ها يعني واحد اسمه: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. زدنا يا عم الشيخ. استغفر الله. ده فاهم حاجه؟ مش فاهم اي حاجه. والله يا ابني هو لو كان فاهم ما كانش اترفض بهذه الكلمات القبيحه. واخد بالك؟ الاصل الاستماع القران فيه سكون، فيه وقار، ها؟ واللي بيحسن صوته بالقران يطلب بذلك اولا مرضاه الله سبحانه وتعالى، ثانيا اصلاح قلبه، اصلاح نفسه، ها؟ ثانيا تزكيه نفسه، تزكيه المستمع، ها؟
والصوت الحسن ده بيؤثر في الايه؟ في القلب. ده ما بقاش غرضه ان الناس تقعد تقول الله وجميل وصوتك حلو وكلام من هذا الايه؟ القليل. ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران. فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك امتك. قال اني احب ان اسمعه من غيري. فقرات عليه سوره النساء حتى جئت الى هذه الايه: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حكمه الايه: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك الان. قال فالتفت اليه فاذا عيناه كذرفان صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه، والحديث يعني يدل على استحداث استماع القران، وان المعلم يستمع يعني يعرض ويستمع، اللي هو بيسموه ايه؟ عرض متبادل. يعني هو يعرض على التلميذ والتلميذ يعرض ايه؟ عليه عشان تلميذ يقراها ويحطها ويحفظها. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو بيقرا عليه القران. وابن مسعود كان صوته القران حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبرك ان يقرا القران ضبطا طريا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فقلت لرسول الله اقرا عليك وعليك انزل؟ قال: اني احب ان اسمعه من خارج. بدليل على ان استماع القران عباده، استماع القران طاعه، واخد بالك؟ فاحنا بنخاطب اخواننا ربنا يبارك فيهم ويصححنا حالهم يا رب، اللي بيشغلوا اغاني بنقول لهم شغلوا قران، بيقولوا ما انا شغلت الصبح. ما هو القران مش الصبح بس، الصبح والظهر والعصر والليل. يقول لك اروح اسمعها، خلاص اقعد ساكت، اقعد ساكت، ريح ودنك، عشان ما ايه؟ ما تلوثش سمعك بالذنوب والمعاصي والاغاني بعد سماع القران. فسماع القران عباده وطاعه. قراءة القرآن يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت لهذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يعني يشهد على أمتهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى سيسأل الرسل ولنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين. يعني الرسل هتسأل، واخد بالك؟ طيب الرسل لما تسأل: هل بلغتم؟ فقلنا: قد بلغنا. فيسأل ايه؟ قومه: هل بلغكم؟ ها؟ نوح: هل بلغكم هود؟ فقلنا: ما بلغنا، ما أتانا من نذير يكذبه. ها؟ فيقول الله عز وجل للأنبياء: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة الإسلامية هتبقى شهيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيكون ايه؟ شهيد. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشعر بمسؤولية خير، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى صلى الله عليه وسلم مع أنه شهيد مش المشهود عليه. ها؟ وإذا كان الشهيد بيبكي فما بالك بالمشهود إيه؟ عليه. يعني المشهود عليه ده اللي هو المفروض يخاف أكثر. لأن هو هل استجاب ولا ما استجابش؟ فده دليل على كمال خشية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وتعظيمه لأمر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه للوقوف بين يديه عز وجل. قال: حسبك الآن. حسبك الآن يعني اكتفي. ولا دليل على عدم مشروعية قول صدق الله العظيم عند ختم قراءة القرآن. فهذا الجانب عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو كان خيرا لسبقنا اليه. ما ثبتش في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى من القراءه وانتهى اصحابه من قراءه القران قال لهم: قل صدق الله العظيم. لو كان يقول صدق الله العظيم ليش؟ لا في صلاه ولا في غير صلاه. لا، واحنا عارفين صدق الله العظيم، بس الكلمه دي اعتياد الكلمه دي هذا من البدع ومحدثات الامور التي ينبغي ان ينتهى عنها. قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وده في استحداد البكاء عند سماع القرآن.
يقول باب البحث على صور وآيات مخصوصة، حديث رقم 1009 عن أبي سعيد رافع ابن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم صورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. هذا الحديث يعني في فائدة مهمة، حسن تعليم الدرس، طريقة التعليم، التشويق. شوف رسول الله يقول له إيه؟ أنا أعلمك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وضع إيه؟ حيز معين لوقت التعليم قبل الخروج من المسجد. قول فأخذ بيد ومشينا عشان نطلع من إطار المسجد. فإيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما قالوش حاجة حتى ما روى الخروج من المسجد. الراجل حس إن الفايدة هتفوت، ها؟ المعلومة تشوق إليها فسألك. خد بالك دايما المعلومة لما تيجي سهلة تروح سهلة. يعني عشان كده الاحسن المعلومه تيجي، احسن معلومه تتعلمها معلومه اللي بعد سؤال. انت بتسال سؤال تسمع الجواب بتاعه، ها؟ السؤال اللي يكون مهم ما تنساهوش، لا تنسى الجواب. لكن المعلومه اللي بتجيلك هنا على طول، ها؟ ممكن تنساها ايه؟ بسهوله. فهو الصحابي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال له: يا رسول الله انك قلت لو علمنك اعظم سوره في القران. الحديث ده من بسم الله الرحمن الرحيم آية ليست آية، فهو ما فيهوش بسم الله الرحمن الرحيم. السبع المثاني، هو أصلا في خلاف في عدد آيات الفاتحة. بعض العلماء بيعد بسم الله الرحمن الرحيم واحد، وبعضهم بيعدهاش، ها؟ يعد الحمد لله رب العالمين واحد. يقول: قال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني للقرآن، القرآن العظيم. يقول إن أصلا آية الفاتحة جمعت يعني أسس وقواعد العقيدة الإسلامية. خد بالك، حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى ووصفه بصفات الكمال والجمال والجلال. الحمد لله رب العالمين. الرب بمعنى السيد، بمعنى المشبع، والرب بمعنى الخالق الرازق. كل ما المقتضيات واللوازم الربوبية من الخالق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. الرب ليه؟ العالمين، عالمين جمع عالم، كل عالم الله رب، لا رب سواه سبحانه وتعالى. العوالم شتى، في عالم الانس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الى اخره الى اخره. رب العالمين مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اثناء الله سبحانه وتعالى باسم الرحمن الرحيم، وهما اسمان بعضهما يعني رق من بعض، يدلان على صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، ورحمته عز وجل وسعت كل شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا ليتراحم به الخلائق. ثم قوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، اللي هو يوم البعث، يوم الحساب. ففي وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الكمال والجلال في الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. إياك نعبد وإياك نستعين، هي دي سر الفاتحة. لأن العبد لدينا أمرين، أمر يتعبد به إلى ربه وفعل العبد، وبين استعانته لله سبحانه وتعالى. ولازم الأمرين يكونوا مع بعض. إياك نعبد، لا نستطيع أن نعبدك يا رب إلا إذا أعنتنا. وإياك نستعين بمعنى الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت. العبد يسأل إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الهداية. والهداية دي هداية إلى الطريق وهداية على الطريق، أن العبد يثبت على طريق العبودية لله سبحانه وتعالى لا يزيد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعمت عليهم يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هم دول اهل الفضل، اهل الانعام من الله سبحانه وتعالى. يعني لا نعم ربنا، يبقى في منعم عليه
وفي ايه؟ منع. وفي منع عليه وفي مغضوب عليه في تضليل. يبقى ده بيدل على ان في ولاء وبراء. في ناس من اهل الفضل والرحمه والخير، وفي ناس من اهل الكفر والضلال والغضب. ولذلك ان السنه لما قال المغضوب عليهم قال ايه؟ اليهود. وقال النصارى ظالمون. فاليهود خصوا بالغضب والنصارى خصوا بالضلال. الله اعلم. وانا اسال الله قادرا ان شاء الله.